عليها الخدمات. حي الانتصار في الجانب الأيمن من الموصل لم يحصد سكانه سوى الوعود طوال السنوات الماضية، وهذه المنطقة حتى اليوم دون أي شبكات للمجاري أو طرق معبدة، والصورة تصف الحال. والشوارع أشوف تمام بلطة. قصار بها الشوارع. صار لي أزيد من 25 سنة. صار لي 25 سنة أزيد، يعني أنا قاعد يوعدونا بد ديجي ننقص نسوي وماكو. أو شلون؟ وهاي بالشتاء تفيض، هاي نسد البوري وتفيض المنطقة. يومان في الأسبوع تصل إليهم مياه الإسالة فيها، ليحمل الفقراء على كاهلهم هماً جديداً يضاف إلى هموم الحياة. والصيف هنا يحمل معه الروائح الكريهة والحشرات والأمراض، أما فصل الشتاء فهو تحد آخر يعيشه الساكنون هنا. زين نحن قبل أن ينقطع الماء، نحن كل 3 أيام يوم الرابع يجي للمنطقة الانتصار مرة يوم في يدخلهم الماء، يعني بالأسبوع يا نحصل مرتين ماء يا ما نحصل بهذا الصيف. أي شيء من الخدمات ما نتوفر، وانت لاحظ وشوف وصور وطلع على النتيجة. شلون عتقضون حياتكم؟ والله حياتنا مقضينا تعسات تعسات، يعني يجينا الشتاء لازم كل واحد شايل شزمته ويطلع يودي ابنه لو يشيله يودي ابنه على المدرسة. غالبية أبناء المنطقة هم من الفقراء والبسطاء الذين لا صوت لهم ليطالب بحقوقهم. جملة من الوعود حصلوا عليها طوال السنوات الماضية ولكن دون أي تنفيذ، حتى وصلوا إلى حال عصف بهم اليأس، وبعضهم بدأ يظن أن العمر سيمضي ولن يعيش حياة كريمة. يعني شوف هذا الوادي، أنا ساكن هنا بالوادي، بالصيف ريحة يعني بحيث البشر ما يتحملها، ريحة حرمز بق أمراض مشاكل كثيرة. المسألة الأخرى تبليط الشوارع، كل كم يوم جايين حافرينها ورايحين، يا أبا تعال لا تحفر النيا سوي النيا كلها انقر وطسات دمر السيارة، عوفة كما هي. يضاف إلى جملة هذه التحديات هي الأمراض التي تصيب الأطفال، حيث تنتشر الأمراض الجلدية هنا بسبب انعدام شبكات المجاري وغرق الشوارع العامة بالمياه الآسنة. من الموصل محمود الجماسة، قناة التغيير.